السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، دائما نأنس بكتاب الله سبحانه وتعالى وتطمئن قلوبنا بذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا ونحن بالكتاب العزيز مستمسكون، وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم حافظون وبها عاملون، اللهم آمين. أتناول بعض الآيات من كتاب الله عز وجل فيها دعوات الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. في آيات تلت هذه الآية الكريمة المباركة يذكرنا الله سبحانه وتعالى بدعوات الخليل إبراهيم عليه السلام، فيقول تعالى: وإذ قال إبراهيم، أي واذكر قول إبراهيم عليه السلام، رب اجعل هذا البلد آمنا، يعني مكة المكرمة، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. دعا إبراهيم صلى الله عليه وسلم لمكة المكرمة فاستجاب الله دعاءه، وكما قال تعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن إبراهيم حرم مكة، وقال في حديثه: فيا حرام بتحريم الله، لا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. فحرم الله تعالى مكة وجعلها آمنة مطمئنة كما قال، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل رغدا من كل مكان. الآيات من دعاء الخليل إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا. فالأمان من الله، الذي يؤمن العباد هو الله، وقد قال ممتنا: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فعلينا أن نسأل الله أن يؤمن بلادنا من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يحفظها دائما وأبدا قائمة بكتابه وقائمة بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم أن الامتنان في القرآن الكريم جاء بأمور، منها الأمن من الخوف والإطعام من الجوع كما سمعتم. ثم إن من دعوات الخليل إبراهيم عليه السلام أنه قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. خشي الخليل على نفسه أن يتحول إلى عابد وثن، خشي الخليل إبراهيم عليه السلام على نفسه أن يتحول إلى عابد وثن، فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فعليه، فالعبد مهما وصل دائما يكون في حال مع الله سبحانه، يخشى أن يتقلب قلبه، فيدعو الله بما يدعو به الصالحون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وذلك أيها الإخوة لأن العبد لا يملك أمر قلبه. أنت يا عبد الله
لا تملك أمر قلبك. فالله قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قلبك الذي في صدرك أنت لا تملكه، لا تملك حب الإيمان ولا تملك كراهية الكفر إلا بإذن الله سبحانه. ومن ثم فقد امتن الله قائلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالخليل فهم هذا المعنى فهما جيدا، أن الذي قذف الإيمان في قلبه هو الله سبحانه وتعالى، فسأل ربه أن يحفظ هذا الإيمان وأن يصرفه دائما وأبدا، وأن يصرف ذريته عن عبادة الأوثان. قال: وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. خشي إبراهيم على نفسه أن يتحول إلى عابد وثن، وخشي أن يتحول إلى تارك للصلاة، فقال أيضا: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وخشي على نفسه الشرك فقال كذلك: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. فالخليل عليه السلام يخشى على نفسه من تقلب القلوب، من تقلب القلب، وكذلك يخشى على بنيه. فمن ثم قال داعيا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فعلينا أن ندعو الله لأنفسنا ولأبنائنا، وهذا شأن أهل الفضل وأهل الصلاح، يدعون لأنفسهم ولأبنائهم: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ونحوه في التنزيل قول عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فدعا الخليل ربه لنفسه ولبنيه بأن يصرفهم عن عبادة الأصنام. وهذا المعنى الجليل وهو الخوف من تقلب القلوب فهمه أيضا شعيب عليه السلام، فقال لقومه وما يكون لنا أن نعود فيها أي في ملتكم إلا أن يشاء الله ربنا. فاحترز لنفسه لأنه لا يملك أمر قلبه، لا يملك أمر قلبه عليه الصلاة والسلام، فقال: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. وهكذا عباد الرحمن وكما سلف يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فعليك أيها المسلم ألا تغتر بما أنت عليه، مهما وصلت ومهما بلغت ومهما صليت ومهما صمت ومهما سجدت ومهما تصدقت ومهما جاهدت، لا تأمن مكر الله، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فعليك أن تكون دائما وأبدا وجلا، خائفا أن يتحول قلبك، وعليك أن تدعو بهذا الدعاء الذي ذكرنا به النبي في أيمانه: لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. قد يتحول قلبك عياذا بالله، قد يتحول قلبك إلى قلب كافر عياذا بالله من ذلك. فالخليل يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم يقول: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. الأصنام والمعبودات من غير الله تسببت في ضلال كثيرين من الناس. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يسأل إبراهيم عليه السلام المغفرة لمن عصاه، وقيل إن هذا ما لم يمت الشخص على الكفر، لأنه إذا مات على الكفر فلا مغفرة للمشرك، لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
وقيل إنه أومأ إلى الاستغفار لأبيه، لكنه بعد ذلك نهي، وقد قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال الخليل في دعواته: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومثل هذه الدعوة دعا بها عيسى صلى الله عليه وسلم، فقال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهناك أدعية أخرى في المقابل فيها نوع من طلب الانتقام من أهل الظلم وأهل الكفر، كما قال نوح عليه السلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ودعا موسى عليه السلام على آل فرعون فقال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فنبيان دعوا على قومهما بأن ينتقم الله منهم، ونبيان عرضا بالمغفرة وطلب المغفرة لأقوامهم، والمقامات تختلف. نبينا عليه الصلاة والسلام استعمل هذا أحيانا وهذا أحيانا، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك الملأ من قريش، ودعا بالمغفرة لأقوام آخرين في عدة مواطن. قال الخليل عليه السلام: من عصاني فإنك غفور رحيم. ثم قال: سئلني الله لأهلي الرزق الحلال الطيب، ربني إني أسكنت من ذريتي، وهما إسماعيل عليه السلام من طبعضية بعض ذريتي، ربني إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فمكة لم يكن بها زرع ولا ضر، لم يكن بها زرع، مكة لم يكن فيها أي زروع، لا قمح ولا ذرة ولا بر ولا شعير ولا شيء، إنما هي جبال كما ترون، غاية ما تنبت بعض الحشيش تتغذى عليه الأنعام، تتغذى عليه الأنعام، أما الزروع والثمار فلم يكن بها. قال الخليل: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. دعا لهم بأن يقيموا الصلاة، دعا لهم بأن يقيموا الصلاة قبل الرزق، فالصلاة من أسباب الرزق، كما قال سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الصلاة التي هي من أعلى أعمال الإسلام، والتي عمود الإسلام، سبب في الرزق الحلال الطيب. لذلك الخليل قال: ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. والله قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فلا تقلق يا عبد الله، ما دمت مطيعا لله، ساجدا له وراكعا، آخذا بالأسباب، اطمئن إلى أن الفرج آت وأن العسر يتبعه يسر. ولقد قال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فالصلاة بداية الخير، ربنا ليقيموا الصلاة، دعا لأهله أن يكونوا من المقيمين للصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وعبر بلفظ الأفئدة حتى تهفو القلوب إلى مكة، يعني أنهم يأتون إلى مكة وقلوبهم محبة لها، قلوبهم محبة لها، ليست أبدانهم فقط بل القلوب والأفئدة. وكما قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس يثوبون إليه. ترجى من مكة
تحب أن تخرج من مكة راجعا إلى بلدك، تحب أن ترجع إليها، اعتمرت وأنت راجع للبلاد تحب أن ترجع إليها مرة ثانية، اعتمرت حججت تحب أن ترجع تحج مرة ثانية. فهذا قوله: فاجعل أفئدة من الناس، ليست أبدان الناس فحسب، بل أبدانهم وأفئدتهم، قلوبهم تهفو إلى مكة. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، لأن الناس يحبون الأنس، يحبون الأنس، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. من مقاصد الدعاء بالرزق الطيب أن نقدم شكرا لله سبحانه وتعالى، قل يا رب ارزقهم حتى يشكروا، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فادعوا بهذه الدعوة: وسع يا رب على أولادي كي يشكرونك، ارزقهم رزقا حلالا كي يعبدونك ويشكرونك، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، لعلهم يشكرون. فعلينا أن نشكر الله على نعمه، علينا أن نشكر الله على نعمه، ارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم قال الخليل مذكرا بعظمة الله وقدرته: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، ما أخفيناه في صدورنا تعلمه، وما أبديناه بألسنتنا تعلمه، ما أخفيناه في صدورنا تعلمه، وخائنات أعيننا أنت تعلمها، وحركاتنا وسكناتنا أنت تعلمها. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. ثناء على الله وبيان عظمة الله، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. بمثل هذا فادعوا أيها الإخوة: أنت مطلع يا رب على قلبي، مطلع يا رب على ما في صدري، مطلع يا رب على نواياي، مطلع علي في سري وجهري، مطلع علي في سفري وحضري، مطلع علي في كل شؤوني. قال الخليل: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، ما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ثم ذكر بنعم الله عليه شاكرا لأنعم الله. فهذا شأن الخليل، شأن الخليل كما قال تعالى في شأنه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. شاكرا لأنعمه، شاكرا لأنعمه، شاكرا لأنعمه. اشكروا نعم الله أسوتكم الخليل إبراهيم عليه السلام. قال: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. فطيلة حياة الخليل، أكثر حياته، أكثر حياته لم يرزق بالأولاد، أكثر حياته لم يرزق بالأولاد، ولكنه كان يدعو وكان يستمر في الدعاء: رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين، لا يمل من الدعاء. فرزق بإسماعيل على الكبر، ورزق بإسحاق على الكبر. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، فالذرية فيها خير، والذرية الصالحة فيها خير، والذرية الصالحة فيها بركة. ومن مقاصد الزواج الذرية الصالحة. يعني الشباب الذين يمتنعون عن الزواج، الشباب الذين يمتنعون عن الزواج، لماذا تمتنع عنه وفي بضع أحدكم صدقة؟ لماذا تمتنع عنه لو عندكم قدرة عليه؟ وأنتم مأجورون على تربية الأولاد، أنتم مأجورون على تربية البنات، لماذا تمتنع عنه والنبي يقول: تناكحوا فإني مكاثر بكم؟ لماذا تمتنع عنه؟ سنة المرسلين، سنة المرسلين، النكاح سنة المرسلين. قد أرسلنا قبلك من قبلك، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، جعلنا لهم أزواجا وذرية. فلما تمتنعون عن الزواج أيها الإخوة؟ لما تمتنعون؟ لا تتأسى بأن العالم الفلاني لم يتزوج، تأسى بالرسول الله، تأسى برسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام.
قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر. الرجل الذي يتزوج ويحرم من الذرية دائما قلبه يهفو إلى الذرية الصالحة، إذا رأى أولاد ناس آخرين، بنات ناس آخرين، نفسه تتوق إلى الذرية، نفسه تتوق إلى الذرية. فالخليل رزق بها على الكبر، وكما أسلفت كان يدعو ولم ييأس من الدعاء، لم ييأس أبدا من الدعاء، فكان يقول رب هب لي من الصالحين. قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ثم يقول رب اجعلني مقيم الصلاة مداوما عليها. فالشخص يخشى على نفسه أن يتحول لتارك للصلاة، أن يتحول لتارك للصلاة عياذا بالله، فيكون من أصحاب سقر، من أصحاب الجحيم. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. يكون ملازما للويل، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي أمة مقيمة للصلاة، من ذريتي أمة مقيمة للصلاة. قال بعض العلماء من هنا للتبعيد، وقيل فيها أقوال أخر، ولا أخفى عليكم أن الخليل إبراهيم عليه السلام هو إسحاق قال عليه السلام، قال الله في شأنهما ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. اسألوا الله أن يتقبل الدعاء، ادعوا واسألوا الله القبول، لا تغفلوا عن سؤال الله القبول. ربنا وتقبل دعاء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من قلب لا يخشع، وعلم لا ينفع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع، ودعاء لا يسمع، ودعاء لا يسمع. اجتهدوا في الأدعية، ولا تنسوا سؤال الله القبول، لا تنسوا سؤال الله القبول. فالخليل يقول ربنا وتقبل دعاء، وهو ابن إسماعيل يرفعان القواعد من البيت ويقولان ربنا وتقبل دعاء. وهنا أيضا يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وتختم هذه الدعوات الطيبة كما يختم غيرها، وكما تختم الأعمال بسؤال الله المغفرة، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أما دعوته لأمه فهي إن شاء الله مستجابة، أما دعوته لأبيه فلأن أباه مات على الكفر، ورب العزة قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فإذا مات الأب على الشرك أو مات شخص على الشرك لا يستغفر له، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ختمت دعوات الخليل في سورة إبراهيم بقوله ربنا اغفر لي ولوالدي، بسؤال الله المغفرة. ودوما في نهايات الأعمال نستغفر، في نهاية الصلاة كما علم الرسول أبا بكر إذ قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وعقيب الصلاة أيضا بعد التسليم نستغفر ثلاثا، وعقيب المجالس في نهايات المجالس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والرسول في نهاية حياته يقول رب اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، رب اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. ونزل عليه قوله تعالى في آخر سورة نعت إليه نفسه، قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
فجدير بنا أن نكثر من الاستغفار وأن نختم أعمالنا بالاستغفار هذا. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يعيننا على الدعاء، فالدعاء شأن الصالحين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فاجتهدوا في الدعاء، ومن دواعي الاجتهاد في الدعاء ومن لوازم الاجتهاد في الدعاء أن تفعل ما علم النبي معاذ بن جبل رضي الله عنه إذ قال: يا معاذ والله إني لأحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأكثروا من الدعاء واجتهدوا فيه، اجتهدوا فيه، اسألوا الله أن يوفقكم لدعائه، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. والله قال: ادعوني ادعوني أستجب لكم، وقال: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له. كل ليلة في الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه؟ أي كرم أكثر من هذا؟ أي كرم أكثر من هذا؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي، أي كما أمرتهم بدعائي، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، يصدقوني أني أجيبهم لعلهم يرشدون. في الحديث القدسي الله يقول في كتابه الكريم، الله يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. في الحديث القدسي: كلكم جائع إلا من أطعمت استطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوت استكسوني أكسكم، كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. ألا فلا تغفلوا عن الدعاء، فباب من خير الأبواب، من خير الأبواب هو عبادة. وأنت مأجور إذا قلت: يا رب ارزقني، أنت مأجور على هذا وأنت في عبادة. يا رب ارزقنا، يا رب احفظنا، يا رب احفظ ذرياتنا، أنت مأجور في كل هذا. نسأل الله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأل الله العون على الدعاء، ونسأله أن يتقبل دعاءنا ودعاءكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.